طيب فضيلتكم، هل يجوز انتقاد معاوية؟ النقد من حيث أصله لا يوجد أحد غير معصوم لا يمكن نقده. يقال فلان أخطأ، فلان خالف الأولى، لكن هو أنت تنقد لماذا؟ هذا مهم. إذا تريد تظهر النقص هذا ليس بنقد، هذا تشفي. وأما أن تقول في حديثك عن أمر ما وقع تاريخيا إن فلانا من الناس أخطأ أو أصاب فهذا حق. فلو عندما نقرأ سيرة معاوية رضي الله عنه فنقول إن منازعته لعلي وعدم البيعة أخطأ فيها علي، أخطأ فيها معاوية خطأ عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، والذين قتلوا عمارا كانوا مع معاوية. ولا نزاع في هذا، يعني ينبغي أن لا يكون فيه نزاع. وقد كان الحق مختلفة مع علي رضي الله عنه وأرضاه من جميع جوانبه في مسألة معاوية. لكن عندما تأتي للحاكم كحاكم فإن النقد إليه ليس كنقد غيره. يعني الحاكم السياسة هذه أمرها صعب جدا مختلف. فحياة الناس، حياة الأفراد مبنية على الورع، لكن حياة الأمم وبناء الدول مبنية على المصالح. وهذا كان يفطن له معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث عن معاوية بعد إجماع الناس عليه ليس كالحديث عن معاوية قبل إجماع الناس عليه، يعني قبل عام الجماعة. يعني عندما تنازل الحسن لعلي لمعاوية وأصبح معاوية خليفة بتنازل الحسن له، فإنه معاوية رضي الله عنه وقع في بعض الأخطاء صحيح، لكنه كان ينظر إليها أن هذه من باب قيام الدولة، فتبنيه لزياد بن أبيه وجعله أخا له، هذا مخالف للشرع. لكنه هو أخذها من باب أن هذا له أصل في قوام الدولة وبنيان الدولة، مصلحة عليا في نظره هو. وإن كان في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعائل الحجر. ولا يجوز في دين الله أن يتبنى الإنسان ابنا غير شرعي، لكنه هو ألحق زياد بن أبي ألحقه به وسماه زياد بن أبي سفيان. هذا مما أخطأ فيه معاوية، لكن معاوية كان ينظر أنه حاكم وأن الدولة لتوها نشأت وأنها تحتاج إلى قوة. فهذا أمر غير أمر النظر إليه عندما لم يبايع علي رضي الله عنه. أخطأ خطأ عظيما في عدم مبايعته لعلي، لكن كذلك لا يغفل عنه أنه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فقيها وكان معظما لشرع الله. لكن الذي حصل، يعني أنا أريد أن أطنف الموضوع، ماذا الذي حصل؟ حصل عدة توجهات. توجه يمدح معاوية ويبالغ فيه ردا على من؟ ردا على الشيعة. وتوجه يتبناه الشيعة يقدحون في معاوية، يقولون فيه ما لا يمكن أن يقبل لأنه نازع علي. وتوجه لجأ إليه بعض المعاصرين يحاول أن يتآلف الشيعة في نقص معاوية. ما لن تآلف أحدا بالنقص في معاوية، لكن الذي ينبغي أن يمضي الإنسان عليه يكون الإنسان متجردا للحق. لا يهمك قضية رضا الشيعة أو رضا السنة أو رضا زيد أو رضا عمرو، كن متجردا للحق. وليجي ذلك قلت أنا في أول اللقاء: كم هي الأمة في حاجة إلى وجود أكاديميات شرعية متجردة لا تريد إلا وجه الله والدار الآخر. الآن تسمع بعض الفضلاء يبالغ في مدح الحكام حتى يكاد أن يجعلهم آلهة، وتجد فريق آخر كل الآيات التي جاءت في وجوب السمع والطاعة والأحاديث التي هي كقرص الشمس واضحة يريد أن يلغيها بالكلية، ويجعل الأصل في الأمة عياذا بالله هو الثورات والخروج على الحكام ونقدهم، وأن هذا هو الدين والنصح للمسلمين. وكلا الفريقين أخطأ الطريق، تطرف مضاد. لكن الله عز وجل أمر بالسمع والطاعة ومناصحة مشفقة للوالي، ولا يلزم أن تكون المناصحة علنا، إنما على ما يغلب على الظن أنها تغير في ذلك. ولا بد من الصبر حتى في النصيحة. يعني أنت الآن تمكث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأعطانا 3 سنين حتى أؤدب غلاما، فكيف أنصح حاكما قادرا؟ تريده من منذ أن يسمع كلامك سيتغير؟ من يتغير؟ لكن لا بد من الصبر والتؤدة. والله أعلم بمن يدعو إليه على بصيرة وصدق. الله أعلم.